هيك لك انت عم تسرح وتمرح وانا نايمه على اذني. شي حلو بكره لاقيك متجوز علي. هي دقني يا قصي اذا ما بخنقك رح ورجيك من هون ورايح كيف بدها تكون الثقه. انا وياك والزمان بيناتنا. حبيبي اهلين استاذ قصي، شايفه معك ورده. ورده لورده حياتي وروحي وعمري والصمصين تبع القلب. شو المناسبه؟ شو المناسبه؟ يعني لازم اجيب لك ورده يكون في مناسبه؟ انت كل المناسبات الحلوه تبعي يا عمري. ايام خطبتي ما عملتها، وبعدين عيد ميلادي والفالنتاين طلعت عيوني لتجيب لي ورده قدام ماما وما جبت. هلا جايبه هيك من دون مناسبه؟ ولا الست سهى هي اللي علمتك هي الحركات؟ مين سهى؟ يلي كنت باجتماع معها. ايه وهي شو دخلها؟ ليه قصي لا تبرر، انا ما طلبت منك هالشي، بس ان شاء الله تكون الست سهى غدتك، لانه انا بصراحه تعبانه وبدي فوت نام. يا روحي بس للي انا الحق علي، انا اللي عامل فيها رومس وجايب لك ورده، رح روح احطها بشي فازه واكل واتسمم لحالي. ماشي بس يا اسطفلي حطها لحالي انا صبب عليها. قال جوزنا لنستر. الله يرحم ايام العزوبيه. يا لطيف يا لطيف، شو كنت عامل؟ اتدلل على امي. يلا مقضيها انا واشف. شو بدنا ناكل؟ هاكل انا وانتي واللبنه والخيار. نشوف شو مخبي لي. عامل له ملف باسمه ولك باسمي ما عملت. والله لخلي ليلتك سودا. لا ليش ليلتك؟ والله لخلي كل حياتك سودا. انا بورجيك. والله كأني ظلمت لك قصي. كل شيء موجود ملفات شغل. يلا معلش. خليه من هلا ورايح يحسب حساب اني ورا ورا وما ينايم على اذني. يلا بما انه طلع بريء رح اقوم اجلي الشليات وجهز له شي صحن فواكه. يقبرني، بعرف بيحب ياكل فواكه بس يفيق. طب ليلي شو صار معك بالاجتماع؟ غير شكل. شايف لك هالجوازة يعني رح تنفتح بوشنا ان شاء الله. عشان تعرف وشي قد ايه سعد. لك الله يخلي لي اياكي، انت وش السعد والخير والهنا.